ترأس أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين التي تخص عدة قطاعات. اجتماع استهله الرئيس بالسماع لعدد من العروض خاصة ما تعلق بدعم وتشغيل الشباب التي أسدى من خلالها عدة تعليمات مهمة أبرزها الآتي: توحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، وذلك في ظرف شهر على أقصى تقدير، وكذا تكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي لعدد مناصب العمل المستحدثة، بالإضافة إلى إعطاء فرص للشباب المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب وإعفائه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة مقاربة اقتصادية بحتة وفق رزنامة تسديد الديون. تعليمات تترجم دأب الدولة المستمر لمرافقة ودعم الشباب الراغب في إنشاء المشاريع لصون كرامتهم والرفع من الاقتصاد الوطني بسواعدهم.